جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: نحن مجموعة من الفتيات جاءتنا الدورة الشهرية ونحن في أعمار لا تتجاوز 9 سنوات، وجهلا وحياء منا لم نصم بعضا من تلك الشهور، وحين علمنا بوجوب صيامنا بدأنا بالصيام. ما الواجب في ذلك قضاء وصيام هذه الشهور مع الإخراج للصدقة؟ وهل يجب بعد صيام هذه الشهور أن نخرج الصدقة أم قبل صيامها؟ وما هو نوع ما نخرج من الصدقة إذا وجدت؟ هل هو مال أم أرز أم غير ذلك؟ جزاكم الله خيرا. الواجب عليكن إحصاء الأيام التي أفطرتن فيها ثم قضاؤها، المبادرة بقضائها. جميع الأيام التي حصل منكن إفطار فيها بعد البلوغ يجب عليكن قضاؤها، لأنها فريضة من فرائض الإسلام، لا يجوز للمسلم أن يتركها. قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. وصيام رمضان ركن من أركان الإسلام، يجب على كل مسلم ومسلمة. والحائض تفطر أيام الحيض وتقضي بدلها من أيام أخر، فالواجب عليكن إحصاء الأيام التي حصل فيها الفطر ثم قضاؤها. ويجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم للتأخير، تأخير القضاء إلى هذا الوقت بعدد الأيام، وسواء أخرجتن الكفارة قبل القضاء أو بعده أو في أثناء القضاء، كل ذلك جائز والحمد لله. الحمد لله. نعم.